نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. لم يقل استقبال الوفد الديني الروسي في الكنيسة المريمية حفاوة عن استقبالهم في المسجد الأموي، وكذلك الحال في كنيسة الزيتون ودار الإفتاء في دمشق في مجمع الفتح الإسلامي. أنا على منبر جامع بني أمية الكبير في دمشق وعلى منابر دمشق عندما أذكر واحدا من الأنبياء أو الرسل أذكره بهذه القداسة وبهذا التعبير، لأن الأنبياء جميعا سادتنا، سادة البشرية والإنسانية، أتوا بالرسالات السماوية لما يعود على بني الإنسان وعلى البشرية بالحياة المطمئنة المبنية على العدل والإنصاف والخير والتعاون، كما قال القرآن: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الوفد الروسي جال في الأماكن الدينية في دمشق وتبادل الحديث مع رجال الدين الذين عبروا عن عمق العلاقات التي تجمع الشعبين الروسي والسوري، وأكد رجال الدين أن التفاعل المسيحي الإسلامي في سوريا كفيل بمواجهة المؤامرات وإسقاطها، والتاريخ مليء بالملاحم المشتركة بين كافة فئات الشعب السوري. هذه الزيارة تبين أن الأديان السماوية من منبع واحد، كما تعبر عن وحدتنا في الإيمان والوطنية والإنسانية، وأن سوريا كانت وستبقى قلعة مثالية للعلاقات الإنسانية بمختلف الطوائف. رانيا العلي، التلفزيون العربي السوري من الجامع الأموي. جدد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي رفض إيران لأي تدخل خارجي في شؤون سوريا الداخلية، وأكد صالحي في مقابلة تلفزيونية أن حل الأزمة يتم بيد السوريين أنفسهم فقط ومن دون تدخل خارجي. وأعرب صالحي عن أمله بالتعاون والتشاور بين دول المنطقة خصوصا للتوصل لحل سوري سوري للأزمة وفق خطة كوفي عنان. تحالف الإرهاب ضد سوريا يكشف مزيدا من نفاقه الإخلاقي ويجدد دعمه للإرهاب المنظم الذي يتعرض له الشعب السوري، ويتعهد بزيادة مساعداته المختلفة له، بما يفشل أي جهد دولي يساعد على تحقيق حل سياسي للأزمة في سوريا. محور أعداء سوريا يزيد من لقاءاته واجتماعاته في عواصم عدة، باحثا عن طرق وسبل جديدة تدفع مشروعهم العدواني على سوريا إلى الأمام وترفع من معنويات إرهابيهم المرتزقة الذين ينفذون مخططاتهم على الأرض السورية. اللقاءات التي تجمع الدوائر الغربية الاستعمارية والرجعية الوهابية الخليجية بالاشتراك مع العثمانيين الجدد حللت سفك الدم السوري واتفقت على دعم الإرهاب الذي يستهدف الشعب السوري، واضعة نصب أعينها هدف إفشال أي جهد لحل الأزمة سياسيا وضرب جهود الأمم المتحدة التي رحبت بها سوريا. إحدى محطات التنسيق بين أعداء سوريا كانت لقاء جمع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند وحاكم مشيخة قطر، فيما كانت المحطة الثانية اتصالا هاتفيا بين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ونظيرا الفرنسي والأمريكي باراك أوباما. أعداء سوريا أعلنوا تطابق مواقفهم على هدف زيادة دعم الإرهاب ومصادرة حق الشعب السوري في رسم مستقبله الذي يريده ومحاصرته وزيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية عليه، ومنع أي لقاء بين أبنائه يمكن أن يبدد مشاريعهم الاستعمارية. أولاند وأوباما وكاميرون نصبوا جميعا أنفسهم وكلاء عن السوريين، متلطين كالعادة وراء شعارات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان التي ذاق قسوتها وإجرامها الشعب السوري على يد إرهابيي الغرب والوهابية، لتنكشف حقيقة زيف ديمقراطية زعماء الغرب الذين يتماهون مع الإجرام الوهابي الظلامي دون خجل أو وجل. لنا وراه يعني مشينا وراه شوي شوي وكعشناه، يعني مسكناه وزتيناه جوا المدرسة أنا وابن عمي، بطحناه على الأرض، مسكته من الرأس وابن عمي مسكه من إجري، شلت السكين وحطيته على رقبته، قلت له سبحان الله هلق الذبح وذبحته. بنات لحقت معهم اغلبهم انه انذبح وذبح، وشي انذبح ونزت بمكان يعني عند المسلخ بدوما، عند مكان يعني في كتير
كلاب. خبايا ما تقوم به القوى الداعمة للإرهاب تزداد يوما بعد آخر مع مقتل العديد من الإرهابيين المرتزقة من جنسيات مختلفة على الأرض السورية، واستمرار الكشف عن صرف الأموال وتحويلها إلى الدول المخترقة من قبل الفكر الوهابي التكفيري لتجنيد الإرهابيين وإرسالهم للقتال في سوريا عبر الأراضي التركية. أسأل الله أن يجمعنا في جنات النعيم، وأقول لإخواني في جزيرة العرب انفروا في سبيل الله، إخوانكم في الشام بحاجة إلى مقاتلين. مشاريع الغرب وأدواته العدوانية مهما تلونت وبأي شكل صدرت لن تؤثر على ثبات الشعب السوري الذي قرر التصدي للإرهاب الدولي المصدر إليه والانتصار لسيادته وقراره المستقل والوقوف مع جيشه الباسل حتى تسقط تحت أقدام جنود مشاريع الغرب المنافق وأطماعه. وثائق جديدة تكشف دور قنوات الإعلام الدموي في تسويق الإرهاب ودعم الإرهابيين المرتزقة في سوريا. جزء من هذا الدور هو صور بعدسة فريقة صحيفة نيويورك تايمز بثتها قناة البي بي سي بعد فشل عملية إرهابية لتفجير سيارة مفخخة في حلب. من فمهم يدانون، قصة جديدة أوردتها قناة البي بي سي البريطانية تكشف تزييف الواقع والأحداث وتسويق صورة الإرهاب ودعمه. تقرير القناة البريطانية عن مدينة حلب يبين كيف أن الإرهابيين المرتزقة استغلوا سجينا معتقلا لديهم ووظفوه لتفجير سيارة مفخخة في إحدى نقاط حفظ النظام، لكن القدر وفق القناة حال دون تفجير السيارة في المكان المخطط له. وهذا جزء من قصة القناة. كشف النقاب عن دليل يثبت أن مقاتلي المعارضة المسلحة في سوريا حاولوا استغلال ساجين كمفجر انتحاري دون علمه في إطار عملياتهم العسكرية ضد القوات النظامية السورية. وقد ورد هذا الدليل في شريط فيديو نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. بعد تعصيب عيني الساجين يتوجه على متن سيارة إلى حلب، ويؤكد له المقاتلون أن المطلوب منه هو مجرد قيادة شاحنة باتجاه نقطة تفتيش رسمية، لكنه لا يدرك أن الشاحنة مفخخة بقنبلة وزنها 300 كيلوغرام من المزمع تفجيرها عن بعد عندما تدنو الشاحنة من نقطة التفتيش. قنبلة لم تنفجر بالرغم من كبس زر جهاز التفجير عن بعد. هذه الصورة بعدسة فريق نيويورك تايمز وبثتها القناة بعد فشل عملية الانفجار لكي تبعد القناة عن نفسها صفة الشريك في الجريمة التي لم تتحقق. وما بثته القناة البريطانية واحدة من عشرات عمليات الإرهاب المدعومة من المشروع الاستعماري الوهابي الأردوغاني. وسبق أن أعلننا مرات عدة عن محاولات إرهابيين لتفجير سيارات مفخخة، كما حصل مع المواطن علي محمد حيدر والمواطن أحمد صبحي الجاسم. أحمد صبحي الجاسم من أهالي الرقة مدينة الثورة، عندي محل موبايلات بقدسية وساكن أنا وزوجتي بالمليحة. جينا يوم 30 الشهر على البيت الساعة 2 بالليل، صفينا السيارة قدام البناية لننزل، معي أغراض بدي ننزله، بس نزلت انا من السياره ونزلت زوجتي هجموا علينا شي 50 واحد مسلح كلهم مقنعين. طبعا ارفع ايديك ارفع ايديك، مرتي صارت تصرخ فورا اوصل براسه فورا، انا كلبجوني وحطوني في صندوق السياره، حطوني بالسياره وربطوني بالجنزير بالكرسي تبع السياره فلتوا ايدي. قال لي في اول حاجز ثلاث عناصر لا توقف عندهم طحاش، طفوا اضويه السياره وقال لي بتطحش على الحاجز هذول، المهم انت دقيقه بتكون عند هذا. انا اول ما ربطوني طبعا وانا بالمزرعه فتك شغله حسيت انه حطوا شيء ثقيل بالسياره، السياره ما عاد مشيت يعني بالزور، شكيت انه يكون في ابواد، وهن ضلوا معي لقبل الحاجز بشي 70 80 متر، فتحوا الباب وهي ماشيه السياره عم يتمهلها ونطوا هن. انا دغري فور شكيت وقفت عند الشباب صرت انده عليهم انه السياره هيك وضع. طبعا ساعدوني فكوا الجنازير وبعدوني عن السياره وتكفلوا بعدين طلعت لي مجموعه مسلحه عن طرف الطريق ارهابيين وتقون وهيك نزلوني من السيارة شيء 25 واحد صاروا يقتلوني، طلعوني بالسيارة من وراء وطلعوا معي اثنين ركبت نزلني فكلي الهادي عن عيوني ركبني بالسيارة قال لي دير بالك تطلع لورا، ركبت بالسيارة ورحت أنا طلعت عزفت مشيت شيء 50 متر ولا في ثلاثة شباب من الجيش السوري
قالوا لي وين هويتك؟ قلت لي إن ما معي هوية، أنا كنت مخطوف. فتحنا هذا الباب وأسفي عبوات ناسفي. وثائق عن إرهابهم الدامغ الذي يستهدف السوريين ووطنهم، تحدثت عنه أيضا العديد من وسائل الإعلام التي تجمع على أن ما يحصل في سوريا إرهابا وليس ثورة، ومطالب للحرية كما تسوق وسائل الإعلام الدموي. ولكن قنوات الإعلام المضلل ربما حزنت أكثر من الإرهابيين لعدم تحقيق مبتغاهم الإجرامي، الأمر الذي دفعها للكشف عن تلك المحاولة الفاشلة. والسؤال، لو نجحت العملية لكانت البي بي سي تحدثت عن منفذيها أم أنها كانت جاهزة لإلحاق التهمة بالحكومة السورية كعادتها؟ لليوم الثالث يعرض الكاتب البريطاني روبرت فيسك في صحيفة الاندبندنت مشاهداته للأحداث في مدينة حلب ولتطورات المعارك، ويؤكد أن الجيش العربي السوري يواجه عصابات من المرتزقة الأجانب. أوضح الكاتب روبرت فيسك أن أغلب الأسلحة التي كانت بحوزة العناصر المسلحة سقطت بأيدي الجيش، وتضمنت بنادق قنص موافقة لمعايير حلف الناتو وقذائف هاون ومسدسات نمساوية الصنع ومجموعة كبيرة من بنادق الكلاشينكوف التي قد يكون المسلحون سرقوها. وتعبيرا عن حالات الجهل التي تسود لدى الأجانب المضللين لخوض المعارك في سوريا، نقل فيسك عن ضابط في الجيش العربي السوري قوله: إنه لم يصدق عندما أبلغه أحد المعتقلين من هؤلاء العناصر الأجنبية أنه لم يكن يعتقد أن فلسطين جميلة إلى هذه الدرجة، حيث كان يظن أنه يقاتل في فلسطين المحتلة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقال فيسك معقبا على ذلك: إنه يصدق ذلك لأن المقاتلين الذين شقوا طريقهم إلى الشوارع القديمة الجميلة في حلب باتجاه قلعة حلب العظيمة كانوا مجموعات من الرعاع. وبحزن روى فيسك عن حجم الأضرار الناجمة عن جرائم الإرهابيين بحق الأبنية وشوارع المدينة القديمة والجوامع. ويضيف الكاتب البريطاني أن هذه العصابات، وبعد أن أدركت أنها لا تستطيع تحقيق هدفها في حلب، استقدمت الكثير من المقاتلين الأجانب إلى المدينة. وأكد الكاتب البريطاني من خلال معايشته لواقع المعارك الدائرة في حلب أن قوات الجيش السوري شددت الخناق على المسلحين وتمكنت من القضاء على العديد منهم وإلحاق الخسائر بصفوفهم. وفي سياق متصل، كشفت صحيفة تايمز البريطانية النقاب اليوم عن مشاركة بريطانيين اثنين ضمن صفوف الميليشيات الإرهابية المرتزقة في مدينة حلب. وقالت مراسلة الصحيفة في تركيا شيرا فير نيجل في تقرير نشرته اليوم إنها قابلت البريطانيين المذكورين اللذين أبلغاها بأنهما تدربا بسرعة في تركيا ثم توجها إلى داخل سوريا وشاركا في معارك حلب. ولفتت المراسلة إلى أن البريطانيين عادا إلى لندن بعد أن طلب منهما عناصر المجموعات الإرهابية ذلك من أجل العمل على كسب المزيد من الدعم والتمويل لهم، واعتبرا أنهما يستطيعان فعل ما هو أفضل في لندن.